معنى حياة. يوم عيد ميلادي يصير عمري 10 سنين. أنا وأختي زينا رخم البالونات عشان حفلة عيد ميلادي لازم تكون حلوة. ماما حبيبتي عملت كعكس وأنا ساعدتها خلطت معاها الشغلات، لأنه كمان كعكة عيد ميلادي لازم تكون حلوة. زي كل هالبنات لازم اختار فستان حلو، لانه اليوم عيدي، يعني انا اليوم زي الاميرة. طلبت مني اروح على الدكان اجي صاحباتي عاملين لي مفاجأة، ريم لما حتى دينا اللي دايما بتشدني من شعري اجا مني بيستنوا فيي، وانا لازم ارجع بسرعة على البيت. صاحباتي وامي يلا في عد الشمعات. أنا ما وصلتش على البيت، صرت مرمية على الأرض مثل اللعبة. أصلا مش المهم حياتي، يمكن تلفونك أهم. يا ترى اسمي راح يضل الحياة؟ يمكن لو دشلت تلفونك شوي كان أنا أخذت اللعبة وصلنا كلنا مبسوطين. صارش هيك رجعت على البيت. رقصت، لعبت، غنيت، لعبي، أهلي، صاحباتي، مدرستي، رسماتي، أختي، غرفتي، طفولتي، أحلامي، حياتي، كلهن انطفوا وطاروا. بدي أتمنى أصير معلمة، بس هسا أمنيتي أرجع البيت. أنا بعرف إنه الأميرات يضلوا عايشة، ليش أنا متت؟ أنا متت عشان تلفونك.